بالتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد مركز الناصرية للقلب، هو المركز الوطني لزراعة القلب والرئتين في العراق، أقام المركز مؤتمرها التمريضي الأول للمهن الصحية، حيث ضم عددا من الممرضين والجامعيين وذوي المهن الصحية لمناقشة الطرق الصحيحة لتطوير المهارات الخاصة بأصحاب هذه المهن. مع ذكرى اعتبار مركز الناصرية للقلب المركز الوطني لزراعة القلب والرئتين، واليوم الوطني لزراعة القلب والرئتين يوم 11 شباط، أقام مركز الناصرية للقلب وبالتعاون مع جامعة العين وعلى قاعات جامعة العين المؤتمر التمريض والمهن الصحية الأول، حيث ستلقى عدة بحوث من الأخوة الممرضين الجامعين وذوي المهن الصحية، تناقش بها بحوثهم العملية والعلمية الداعية إلى تطوير المهارات والخدمات المقدمة لأمراض القلب. يستمر المؤتمر ليوم واحد يوم 11 شباط على قاعة العين، وهناك نية لإقامة مؤتمرات أخرى في المستقبل القريب. في إطار سعي دار صحة ذي قار لرفع مستوى الكوادر التمريضية العلمي، يقام المؤتمر العلمي الأول للملاكات التمريضية، إقامة هكذا مؤتمر مهم جدا لتلقح خبرات الكوادر التمريضية وتقديم بحوث علمية تطبيقية. جامعة العين مشكورة، قدمت تسهيلات ودعم لإقامة هذا المؤتمر. بالتأكيد ستنعكس هذه الجهود على رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الكرام. شهدت جامعة العين انطلاق مؤتمر التمريض والمهن الصحية الأول لأمراض القلب برعاية مركز الناصرية للقلب، اليوم اللي يصادف اليوم الوطني لاعتماد مركز الناصرية للقلب مركزا لزراعة القلب والرئتين. شكر وتقدير للاهتمام الكبير من قبل مدير مركز ناصرية للقلب الدكتور عقيل الخفاجي، كما ونشكر كل الكفاءات والقامات التمريضية اللي ساهمت صراحة ليلا مع نهارا في إنجاح المؤتمر في إكمال الاستعدادات. مؤتمر يعتبر الأول في محافظة ذي قار، يبين دور الملاكات التمريضية بتضحياتها بجهودها في تقديمهم للإيثار اللي قدموه صراحة في مواجهة داعش في معارك الشرف.